صدقني لو انت ذاكرت اللي فات كويس وعرفت خطة الكورس بجد وأدركت الهيكلية الخاصة بالكورس هتكون أقوى بكتير بفضل الله، وهتحترف اللغة وهتكون عملاق فيها. وأنا بقولك كده لأن ممكن تكون أنت لم تتابع الكورس من البداية، أو رأيت هذا الفيديو بالصدفة، أو لم تسمع عن الكورس من قبل. اعرف كورس السي شارب بسهولة. كل اللي هتعمله ادخل بس على اليوتيوب واكتب أكاديمية حسونة ودوس انتر، وادخل على الأكاديمية، ادخل على البلاي ليستس دي هتلاقي فيها كل ما يخص السي شارب بفضل الله. هتلاقي فيها 80 حلقة جزء للأساسيات، و 120 حلقة جزء للفورمز والتولز الخاصة بيها، وهتلاقي فيها 100 حلقة خاصة بالأوبجكت أورينتد بروجرامينج، وهتلاقي فيها 100 حلقة خاصة بالASP.NET للويب للسي شارب، وهتلاقي فيها 300 حلقة خاصة بقواعد البيانات باحترافية بفضل الله، وهتلاقي بلاي ليست كبيرة بتضم كل الفيديوهات دي علشان لو انت عايز تتفرج عليهم مرة واحدة وتذكرهم مرة واحدة ككورس كبير، ولو انت كمان عايز تتفرج عليهم ككورسات صغيرة اجزاء زي ما شايفين قدام حضراتكم كده. هنصحك نصيحة، ما تبدأش في الحلقة دي الا وانت مذاكر اللي فات ده كويس علشان تكون اقوى بفضل الله. وما تنساش تدخل على موقع حسونة اكاديمي www.hassuna-academy.com وتدخل على انضم الينا، وتدخل على انشاء حساب، وتسجل عندنا عشان نعرفك، وتتابع كل جديد على الموقع سواء كورسات او حاجات في الشاشة الرئيسية او تحديثات للموقع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 706 من كورس سي شارب دي بي اكزامبلز بارت. دلوقتي عاوزين نسمي العناصر لبرنامج اكلاتي. هنقف هنا، ده هنسميه txt food code، وده هنسميه txt food name، وده هنسميه txt مثلا باث ايمج او ايمج باث. ايمج باث ده مسار الصورة اللي لسه هتختارها يعني بعدين. هنا مثلا بيك فود، هنا مثلا بي تي ان اد ايمج، تمام. هنا ده تصنيفات اللي هي كاتيجوريز، تي اكس تي كاتيجوريز، وهنا بي تي ان اد كاتيجوريز، وهنا txt component component، تمام. وهنا btn add component component، تمام. وهنا lbx component components، تمام كده. وهنا ده نسميه txt ديسك، وهنا ده هنسميه RDO name، وهنا RDO category، وهنا RDO component أو components، وهنا RDO ديسك، وهنا txt search، وهنا نسميها مثلا ايه dgv food data grid view food، وهنا طبعا هيبقى btn new، وهنا btn add، وهنا btn edit، وهنا btn del او delete، تمام. delete
btn date وهنا btn report وهنا btn exit. والبي تي ان اكزيت ده نروح على الحدث بتاعه على طول نديله الحدث بتاع بي تي ان كلوز هو هيقفل. المهم وهنا ارجع بقى للبروبرتيز تاني. هنا ده لو انت عايز تقترح اكله تمام، فهنا كاتيجوري للسجست هنسميه تي اكس تي كات مثلا سجست تمام. وهنا ده الاد بتاعه اللي هيضيفه اد سجست مثلا بي تي ان اد فور ايه سجست تمام. وهنا ده بقى ايه الزرار اللي هيقترح البي تي ان سجست تمام كده. دول بقى نسيناهم، ده ايه هيحذف المحدد ده بي تي ان نسميه بي تي ان ديل ديليت يعني سيلكتد هيحذف اللي ايه اللي اتحدد. وهنا بي تي ان ديل لوست هيحذف اخر عنصر. وهنا ده طبعا ايه حذف الكل المفروض، ده هنا حذف الكل ماشي. ده نسميه ايه نسميه بي تي ان ديل اول احذف الايه الكل بس كده ايه. ده بقى نسميه ايه ال بي ال مسج ولا حاجه، ده اللي هنعرض فيه الرسائل بدل ما نعرضها في مسج بوكس نعرضها في الليبل ده نسميه ال بي ال مسج ليبل الرساله بتاعتي يعني اللي انا هطلعها للمستخدم. كده احنا سمينا العناصر بفضل الله. الاشتراك واللايك والشير والمشاهدة أكبر دعم لينا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد. وتأكد تماما إنك أي حاجة بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك أكثر وهتاخد ثواب على كل حاجة بتنشرها للناس.